هذه جلسة في روضة شيب بابا بعد العصر يوم الجمعة 10/3/1435، والرعد والبروق والمطر والخير. الله أكبر، ما شاء الله، البحيرة هناك والربيع وفلت الحجاج، سأل الله الجنة. الاتصال هو المشكلة. مرحبا مرحبا مرحبا، هلا والله. شوف النار شوف النار، شعللها. اي والله ابطا، انا مكلمك اكثر من نص ساعه. يلا شب الضوء، ما رحنا شب الضوء. انا ما يطلع واحد عليه، يعني ما يطلع عليه واحد. اطلع له، اي اطلع له. لا بيجي شوي بيجي، ادخل عليهم التصوير عشان تبان الصوت. يا هذا ربعنا طاقين الخيمه، ننتظر السير ان شاء الله، الله يجيب الخير. هاي ما شاء الله أجواء. إذا مش شعير قبل زلت السحابة. Thank you.
جنبه. يترك لي في يمه ولا يرجع لي السحابة تو انا مقطعتي قبل يوم كنت مقطع الشيء من طريقة علي. شوي 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 شد من شيء. ما مشيت لا من هناك سدوس. لا 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 حتى يوم كنت اداور يوم كنت اداور بعود والله هو يوم جيت بسرع لين بقرب على السيارة قلنا ده جوي قلنا كسر قال لا نقول لا يكون عن جوي جاينا لا أنت ما شاء عرفت كذي لا ما كل حصل ترى فوق الزاد حصل لا ما صوت حتى ويمنا أنا شوف وين انطلقت ها انطلقت موري موري السحب قوي السحب مالي قوي لا ربع ربع السحابة دي خف من اللي جاي لنا لا يا اخي جوه تراهم يعني يستشعر يعني اهميه فايح عليهم ينور استريح استريح يا ولد يا دوب ما شوف ما شوف طول تعب